خلينا ابتدي لك الاول، برحب بيكم الاول في مصر وكل الصحفيين المغاربه والمنتخب المغربي. يمكن كل المنتخبات المرشحه للفوز بالبطوله ما قدمتش الاداء المنتظر منها في اول ماتش. مصر المغرب ما فيش غير السنغال يمكن اللي قدمت الاداء المنتظر منها، ولا حتى نيجيريا ولا النهارده منتظرين غانا والكاميرون. اهم حاجه في المواجهات النقاط المباهات دور المجموعات تحقيق النقاط، ومش مهم الاداء في الاول. الاداء معروف ان هو تصاعدي مع البطوله، مع استمرار الماتشات بيرتفع. وطبعا المنتخب المغربي كل الجمهور الافريقي منتظره بعد مشاهدته في كاس العالم، مجموعته مع الاداء القوي اللي قدمه امام اسبانيا وايران، المجموعه الاداء القوي اللي قدمه في كاس العالم. فالمنتخب المغربي بالتحديد يعني في السنغال كلنا منتظرين الكوره اللي بيقدموها في البطوله دي مع المنتخب المصري باعتباره مستضيف للبطوله. يمكن المباراه الاولى المنتخب المغربي عمل اداء قوي، بس النجاعه الهجوميه او تفنيش الكوره قدام الجون او اللمسه ما قبل الاخيره كانت فيها مشكله شويه. بس انا متوقع ان مع استمرار المباريات والمباراه الجايه تحديدا كوت ديفوار احنا شفناها يمكن منتخب اسم كبير، بس ما عندوش غير الخط الامامي، ما عندوش غير زاها وكوجا وبيبي، ما فيش مش منتخب كتيم قوي مرعب. فانا بتوقع ان المنتخب المغربي في المباراه الجايه امام منتخب كوت ديفوار ان هو يفوز ويحسم تأهله بدري في المجموعه اللي هي طبعا مجموعه الموت بين كوت ديفوار والمغرب وجنوب افريقيا وماليزيا.